أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب هو عليك أن توضح المقصود بفن الرواية، وأيضا استخراج الأفكار الرئيسة الواردة في النص المصنوع وقراءة الرواية قراءة فاهمة، وعليك أن تذكر أبرز أحداثها. فن الرواية: تعرف الرواية بأنها فن أدبي نثري طويل يعتمد في أساسه على الخيال، وهو نسيج تترابط فيه مجموعة من العناصر فيما بينها وفقاً لعلاقات معينة، وتسير ضمن تسلسل أحداث مدروس لوصف تجربة إنسانية ضمن إطار من التشويق والإثارة تعكسه مجموعة من الشخصيات في بيئة معينة. عناصر الرواية عزيزي الطالب: موضوع الرواية، يقصد بموضوع الرواية الفكرة التي ستتحدث عنها هذه الرواية وتجسدها ويتم تصورها بشكل بسيط وأولي قبل كتابة الرواية، مثل طبيب شاب يعمل في مشرحة ويعمد إلى سرقة أعضاء الجثث إلى أن يتم كشفه متلبساً بواسطة امرأة ثلاثينية صدفة. الحبكة هي سير أحداث الرواية تصاعدياً باتجاه الحل. الشخصيات: تعتبر الشخصيات هي محرك أحداث الرواية باتجاه الأمام ومحورها. الحوار وهو الصوت المسموع لأفكار الشخصيات والطريقة التي تتواصل بها مع بعضها البعض. أما السرد، يأتي السرد على لسان راون يكون هو حلقة الوصل بين القارئ والشخصيات. أنواع الروايات عزيزي الطالب: منها روايات الغموض ورواية الرعب ورواية الخيال وروايات الخيال التاريخي. الغموض: تتمحور روايات الغموض على الأغلب حول جريمة يجب حلها على يد محقق. أما روايات الرعب، يندر بأن يجد القارئ نوعا من الروايات غير المصحوبة بالغموض والإثارة في أغلب الأحيان، وبالخيال العلمي في بعض الأحيان الأخرى. روايات الرعب وضعت لخلق جو عام من التوتر والرعب النفسي. روايات الخيال: تعتبر روايات الخيال أو الخيال العلمي إحدى أكثر أنواع الروايات شيوعاً، وفيها يعمد المؤلف لخلق عالم تخيلي مليء بالأحداث الغريبة الساحرة. أيضاً روايات الخيال التاريخي: تعرض روايات الخيال التاريخي قصصاً خيالية بتصور حدوثها في وقت تاريخي مضى من تاريخ البشرية، وقد يعمل كاتب هذا النوع من الروايات إلى حبك روايات خيالية حول شخصيات تاريخية قد وجد بالفعل، فيما يفضل بعض الآخر تصوير هذه الشخصيات. أيضا روايات الخيال الواقعي: تحتوي روايات الخيال الواقعي على شخصيات مقنعة يمكن تصديقها وسيناريو واقعي يمكن حدوثه. رغمها من الخيال المؤلف وتمييز هذه الروايات لأن ترتبط أحداثها بالحاضر القريب والواقع المعاصر، وهي روايات كتبت لتسلط الضوء على بعض قضايا الحاضر في بعض الأحيان. أيضا الروايات الرومانسية التي تحاكي القلب والعاطفة، روايات شائعة القرواجا بين عديد من القراء فيما تذكر التي يعرضها هذا النوع من الروايات، بين حب سعيد يتكلل بلقاء وآخر ينتهي بفراق وثالث ينتهي بجريمة أو غيرها من النهايات. أيضا عزيزي الطالب، بعد شرح الرواية ومفهومها وقراءة الجزء الأول من رواية الخيميائي، نقوم بتفسير معاني المفردات الجديدة الواردة في النص، مثل جزة، الدثرة. وعليك أن تضع هذه الكلمات الآتية في جمل من إنشائك أيضا، وكتابة فقرة باستخدام 4 أو 5 كلمات من الكلمات السابقة التي تم ذكرها. أيضا عليك أن ترجع إلى أسطورة نرسيس وتعلل اتكاء الكاتب على بعض الأساطير في روايته الخيميائي أيضا، وتعلل تفضيل الناس تزويج بناتهم لبائعي الفشار عن رعاة الغنم، وحب سانتياغو للسفر والترحال، وإعطاء الراعي الكتاب الذي كان بحوزته للرجل العجوز. أيضا هناك ما الحلم الذي كان يراود سانتياغو وكم مرة راوده. وعندما ترغب عزيز الطالب في شيء ما فإن الكون بأسره يطاوعك على القيام بتحقيق ذلك، من قائل هذه العبارة؟ أيضا هناك صور أدبية تم ذكرها، عليك أن تقوم بتفسيرها، ما المشاعر التي تسيطر على قائلها؟ أيضا في هناك بماذا كان يحلم والدا سانتياغو، وماذا فضل هو، وكيف يعكس اختياره جانبا من شخصيته، وماذا تعني الأسطورة الشخصية بالنسبة لسانتياغو بالنسبة للشيء، وأي الرأيين تميل إليه أكثر ولماذا. هل وجدت عزيز الطالب في القصة بعض العناصر التي تشابه واقع حياتك؟ عليك أن تقدم أمثلة أمام زملائك. شاكرة لكم حسن استماعكم.